مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو ميتا ريوردز؟ ما هي ميزات ميتا ريوردز؟ ما هو ميتا ريوردز؟ في سلسلة باينانس الذكية BSC، ميتا ريوردز توكن هو تطور رمز الانعكاس. ما هي ميزات ميتا ريوردز؟ الهدف هو تحسين أرباح حاملين على الفور وعلى المدى الطويل. ببساطة، عن طريق الاحتفاظ بـ MRT سيحصل المستخدمون على عوائد بنسبة 10%. تم تصميم داب بغرض توفير فائدة أساسية للمستخدمين، تتمثل في الوصول بسهولة إلى أحد أكثر الأطر والوحدات المالية ملائمة. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.